19 الاستاذ مسكيني، لان الاستاذ مسكيني كان واخد الكلمه، هو ما بغى حتى شي واحد يتكلم، هو ما بغاش شي واحد يهضر له على الاعمال الوحشيه اللي ارتكبها. هو اليوم عاد حيالو الضمير، فين كان شحال هادي؟ فين كان ملي كان كيمارس دوك الممارسات الشاده في المكتب ديالو؟ دابا عاد ما عجبوش الحال، الزميل يدخل. الاستاذ المتهم عنده بلاصه خاصه بيه، عنده بلاصه خاصه، ولكن الاستاذ زهراش منين جا باش يفسر المحكمه بانه هو ما عندوش الحق يقاطع الزميل، لانه الزميل ديك الساعه كان كيرافع الاستاذ مسكيني، ما عجبوش الحال ومد يدو. واش الحال واش عطاه؟ هذا راه ماشي عنده نفوذ، هذا راه النفوذ ديالو فعلا. راه دابا عاد عرفنا بان الضحايا فعلا كنا مقهورات، راه عنده واحد الجبروت واحد السلطه وواحد القوه، زعما راه ما بغاش يتهد اليوم تيتحاكم، ما بغاش يحترم غير القانون. اسيدي لا سائلك مسكيني، انا ديما تنقولها وديما كنكررها، اسيدي انت متهم بريء الى نثبت ادانتك. الى سائلك شي واحد عندك لي فواج جوريديك، عندك لي فواج جوديسيير، يمكن لك دير مساطر قضائيه وتدعي اسيدي اي واحد هانك ولا قال شي كلام غير صحيح في حقك، ولكن باش تمد يدك هذا كيدل على انك انت مريض بالسلطه، انت باقي مريض بالسلطه. داكشي اللي درتي للبنات وعذبتيهم وقهرتيهم ومرتيهم وخليتيهم يديروا ممارسات يندى لها الجبين، واليوم جاي باغي تمارس السلطه على المحامون. ابدا لا نسكت ابدا.